بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة المرحلة الثالثة في قسم الهندسة المدنية، اليوم نكمل معكم المحاضرة الثانية في موضوع إجهادات التربة، وكما تطرقنا لكم في المحاضرة السابقة بكون أنه الإجهادات الرئيسية التي يتعرض لها التربة هما إجهادان رئيسيان. بالحقيقة لو أخذنا هذا الموديل أو هاي العينة من التربة نلاحظ بها 3 إجهادات، عندنا إجهاد عمودي اللي سميناه سيجما 1، وكو إجهاد أفقي اللي هو سيجما أكس اللي سميناه سيجما 3، وكو إجهاد آخر باتجاه الواي اللي سميناه سيجما 2. مثل ما تلاحظون إحنا أغلب المنشآت المعرضة لها للضغط الجانبي هي تكون بهالشكل هذا، يعني مثلا هذا مثال عندنا شنو ريتيننج وول معرض، أكو حمل بهذا الاتجاه، فالأحمال المسلطة عندنا تكون أما عمودية أو أفقية، يعني ما عندنا إجهاد باتجاه الواي. فلذلك اهتمينا فقط في حساب قيمة السيجما 1 والسيجما 3 بضوء هاي المعادلة اللي هي شنو بالحقيقة، هي تطبيق المن لمبدأ اللي هو شنو سميناه الأكزيال سيمتريك كونديشن. حالة شنو أكزيال سيمتريك، يعني أخذنا حالة التربة في كونها شنو، كونها متجانسة، كون التربة متجانسة أو متناظرة. فأخذنا بالبداية أنه كون التربة متعرضة إلى أحمال محورية، وهذه المحور الأحمال شو تكون عندنا، عينة التربة تكون عندنا متناظرة، وأيضا تكون يعني سيمتريك، وأيضا عندنا شنو ايزوتروبيك، يعني هاي الحالتين. فهذا اللي موضوع اللي أخذناه بالمحاضرات السابقة، وسميناها شنو هاي اكسس سيمتريك كونديشن. حسبنا من خلال هاي المعادلات حسبنا ابسلون 1 وابسلون 3 من هاي المعادلات اللي عندنا، ومثلناها بهاي الشكل، هاي المصفوفة اللي موجودة عندي، وقلنا شلون نحلها. ابسلون 1 قلنا مثلا حاصل ضرب الصف الاول في هذا العمود، وابسلون 3 مثلا حاصل ضرب الصف الثاني في هذا العمود نفسه، تطلع لي ابسلون 1 وابسلون 3، وهكذا بالنسبة لنا بالنسبة لسيجما 1 وسيجما 3. هاي شو تمثل لنا؟ تمثل لنا هو تطبيق المن لقانون اللي هو اشتق، يا هو اللي اشتق العالم هوك، يعني كل هاي تطبيقات العالم هوك، وسويناها على شكل مصفوفة مثل ما تلاحظون هاي، سواء بحسابات الاجهادات اللي هي سيجما 1 وسيجما 3 اللي هي برنسبل ستريسز، او بحساب الانفعالات الرئيسية اللي هي ابسلون 1 وابسلون 3. يعني من يريد يحسب سيجما 1 ياخذ هاي المصفوفة، من يريد يحسب الابسلون ياخذ شنو، ياخذ الانفيرس مالتها. هسه نجي الى موضوع جديد اخر اليوم، طبعا ايضا حلينا بالمحاضره السابقه امثله تطبيقيه نحسب بيها دلتا سيجما 1 ودلتا سيجما 3 ودلتا ابسلون 1 ودلتا ابسلون 3، ومن خلال الابسلون نقدر نحسب الديسبليسمنت اللي هو شو يساوي لنا، يساوي لنا قيمه الابسلون في قيمه الزد، وبالتالي فانا اختار عمق معين، هذا العمق المعين هذا على ضوء انه عوضه بهاي المعادلة فيطلع لي قيمة الازاحة مثل ما تلاحظون هنا. اليوم موضوعنا الجديد هو، كانت مقدمة، موضوعنا هو شنو ان ايزوتروبيك الاستيك ستيت، يعني شنو احنا بعدنا في حالة الالاستيك، لكن شنو التربة شو تكون ان ايزوتروبيك، يعني التربة هي غير متجانسة، التربة غير متجانسة. بالسابق احنا شنو اخذنا الايزوتروبيك، وقلنا شنو مو فقط ايزوتروبيك، سيمتريك ايضا. هسه راح ناخذ الانايزوتروبيك، فهنا احنا شرح يوضح لنا الحالة. ففي سنة 1927 هذا العالم لوف سوى، قال احنا نحتاج 21 الاستيك كونستانت، نحتاج 21 الاستيك كونستانت على مود شنو، على مود نحل هاي الانايزوتروبيك او حتى نوضحها. لكن بالحقيقة احنا فقط عندنا 5 ثوابت، احنا عندنا 5 ثوابت نحتاجها لأجل حل هذه الحالة اللي موجودة عندنا في حالة الحالة غير متجانسة على مود نحسب بها الإجهادات، اللي هي شنو ابسلون زد وابسلون اكس، ومعامل بواسون باتجاه الاكس اكس، ومعامل بواسون باتجاه الزد اكس والزد زد. فظلت هاي النظرية قائمة عندنا إلى أن جينا نطبقها عمليا بالمختبر، يعني نريد نشتغلها انه بالمختبر. لاحظ العالم
جراهام والعامل العالم هاوسبي في سنة 1983. يعني شوفون تاريخ، يعني من سنة 1927 إلى سنة 1983 تطورت الأمور، أنه الدراسات يعني استنتجوا أمور هواية، فاستنتجوا أنه على مود نحل هاي الموضوع الإجهادات في حالة إذا كانت عندي شنو أنه غير يعني التربة غير متجانسة، فلازم ندخل العامل اللي هو شو نسميه اللي هو الآر، يعني ندخل المتجه آر إضافة للمتجهات الأخرى اللي هي الزد والاكس والواي، اللي شو نسميها؟ نسميها كارتيزيان كاردينيت، اللي هي شنو المحاور القطبيه في حساب الاجهادات. راح ندخل الار وندخل الثيتا اللي هي شو تمثل لنا؟ تمثل المحاور القطبيه. يعني دخلت عندنا المحاور القطبيه او الاجهادات القطبيه في حساب قيمه الابسلون، وبالتالي فانه الابسلون راح نحسبه وين؟ بالاتجاه الرئيسي اللي هو باتجاه الزد. ليش؟ لان هذا من عنده راح يحسب قيمه الازاحه بالنسبه للاسمت باتجاه الزد، وايضا الازاحه اللي هي قيمه الابسلون اللي هو باتجاه الراديال، اللي على ضوء ايضا اقدر احسب الازاحه باتجاه الراديال اللي هو المحور القطبي. زين، واللي هو يمثل لنا محصله الاجهادات مال الاتجاهات اللي هي شنو؟ الكارتيزيان. فلذلك استنتجوا هاي المعادله اللي نحسب بيها. فش نقول هنا؟ فور اكسي سيمتريك كونديشن ذا ترانسفيرس عن ايزوتروبيك، عن ايزوتروبيك يعني شنو؟ راح نحل اللي هي المعادله الان ايزوتروبيك. وليش ترانسفيرس؟ لانه الترانسفيرس اللي هو شو يمثل لي؟ يمثل لي الجزء العرضي. دائما احنا نشتغل وين؟ نشتغل بالجزء العرضي للتربه، ما ناخذ الجزء الاخر. ليش؟ لان احنا نشتغل فقط على سيجما 1 وسيجما 3 مثل ما قلنا لكم سابقا. واخذنا حاله الالاستيك اكويجن، يعني ايضا احنا ضمن الالاستيك نشتغل، ما رحنا مرحله البلاستيك، وبالتالي فانه راح احسب قيمه الدلتا ابسلون زد والدلتا ابسلون ار من خلال هاي المصفوفه اللي موجوده عندي، واللي مثل ما وضحنا لكم اذا اريد احسب دلتا ابسلون زد اضرب الصف الاول هذا في هذا العمود، ودلتا ابسلون ار اضرب هذا الصف في هذا العمود. شو نلاحظ هنا؟ نلاحظ ان معامل بواسون عنده ثلاث قيم اله. معامل بواسون اللي هو في ار زد، وعندي معامل بواسون اللي هو في زد ار، وعندي معامل بواسون اللي هو في ار ار. هاي ثلاث قيم اله. فعادة يعني يصير عندي اني بالمعاليم انه اثنين من عندهم معلومات والواحد مجهول، فشلون اطلع المعامل الثالث مثل ما نقول؟ استفاد منين؟ من هاي المعادله. المعادله هاي ربطت علاقه ما بين شنو؟ معامل بواسون باتجاه الار زد على معامل بواسون باتجاه زد ار. تقول شو يساوي؟ يساوي ان المودولس المودولس ريشيو اللي هو باتجاه الار على المودولس باتجاه الزد. زين، فنحسب بهاي الحاله واحد من هذني بمعلومية الآخر. هسه حتى توضح الأمور عندنا راح ناخذ مثال على هذا الشيء. فعندنا المثال اللي أخذناه سابقا نفسه راح نعيده، باعتبار أنه أنا عندي المعطيات كلها موجودة. مش مطيني، بس مطيني الأمور اللي أحتاجها هنا على ضوء هاي المعادلة اللي هو شنو؟ اللي هو الإي زد، وعندي شنو؟ الإي آر. زين، فالإي زد عندي مطيني إياها شقد؟ 20 ميجا باسكال، والإي آر مطيني إياها 25 ميجا باسكال. مطين الفي ار زد 7.15 ومطين الفي ار ار 0.3. فاذا مطين الفي ار زد ايش بقى عندي مجهول؟ بقى عندي الفي زد ار. شلون طلع قلنا؟ من خلال هاي المعادله. فاجي اطبق هاي المعادله فاقول في ار زد على في زد ار يساوي لنا اي ار على شنو؟ على اي زد. زين، فمن عندها طلع شنو؟ الفي زد ار اللي هو شنو؟ المجهول. اقدر ارجع اطبق المعادله مالتي اللي هي شنو؟ المصفوفه اللي هاي وضحنا لكم اياها. نطلع بهذا عامل مشترك اللي هو 10 اس ناقص 3، ونعوض بالارقام القيم الموجوده عندي. فمن اضرب هذا الصف في هذا العمود راح يطلع لي شنو؟ دلتا ابسلون زد، ومن اضرب هذا الصف في نفس العمود راح يطلع لي شنو؟ راح يطلع لي دلتا ابسلون ار. احنا اللي يعلينا اكثر شيء هو يا هو دلتا ابسلون زد. ليش؟ لان من عنده احسب شنو؟ الفيرتيكال ديسبيسمنت. فلو مكمل مثلا بالسؤال او قايل لسؤال اخر ثاني يقول لي مثلا احسب قيمه الديسبليسمنت اذا كان عندي
الابسلون زائد هل قد قيمته، او اصلا حاسبها من هاي المعادله. فشو اسوي؟ من خلال قانون التكامل اللي هذا اللي هو دلتا زد، فاقول تكامل من 0 الى 5 ابسلون زد اللي طلعته هنا في قيمه الزد اللي هو شنو العمق مال التربه، اللي احسب من عنده قيمه شنو الدلتا زد، راح يطلع لي قيمه الديسبليسمنت اللي يساوي 11.3 ملم. هنا انا سوي قارني الفيرتيكال ديسبليسمنت في حاله الان ايزوتروبيك كيس ويا من وهي حاله الايزوتروبيك كيس، يعني اللي هي المتجانسه وغير المتجانسه. فلقارن هاي 11.3 ويا القيمه السابقه اللي طلعها، لقاها هي شنو تقريبا اكبر منها بمقدار 19%، اكبر منها بمقدار 19%. وبهاي الحاله يعني معناها شنو؟ هي قيمه اعطتني تفاصيل اكثر للديسبليسمنت. ليش؟ لان هذاك اشتغل على محاور اللي هي فقط الكارتيزيان، احنا لا دخلنا الكارتيزيان والمحاور القطبيه اثنيناتهم، يعني البولر كوردينيت والكارتيزيان كوردينيت، فاثنيناتهم دخلناهن فاعطتني قيم للهبوط اكثر. ليش؟ لانه دخلت حسابات اخرى ودخلت باراميتر اخرى على هالاساس. هسه نجي الى مفهوم اخر لمفهوم الاجهاد والانفعال، وضح لنا العالم مور وشكل ب دائره، اصبحت هاي الدائره شهيره وسميت باسمه، سميت شنو؟ بدائره مور، على ضوء تمثيل الاجهادات ضمن المحاور اللي هي المحور الافقي اللي هو شو يمثل لي السيجما اللي هو محور الاجهاد، والمحور العمودي اللي هو مثل لي تاو. وشلون هاي مثلها؟ من خلال اخذ عينه، هاي العينه اخذها، فافتراض الاجهاد الافقي هنا سيجما اكس والاجهاد العمودي سيجما زد، مثل ما وضحنا لكم اياه. احنا كنا نسميه سيجما زد هو سيجما 1 اللي هنا نمثلها، وسيجما اكس اللي هو شو يمثل لي؟ يمثل لي سيجما 3 اللي هو هذا. اما المحور العمودي هو شنو يمثل لي؟ القص. القص هنا بهذا المحور او هذا السطح هو شو يمثل لي؟ تاو زد اكس، تاو زد اكس، وهذا شو يمثل لي؟ تاو اكس زد، يعني هذا باتجاه الزد وهذاك باتجاه الاكس. فسوى العالم مور من خلال معرفة السيجما زد اللي هي تمثل لي سيجما، سيجما 1 اللي هاي هنا، فقلنا مثل هاي المحاور وعوض هاي النقطة هنا، وعوض لي اللي هو شنو؟ السيجما اكس اللي هو سيجما 3 اللي هاي، فأوجد لي نقطتين. هذا النقطتين اعتبرهن بداية ونهاية الدائرة، يعني شنو؟ بداية الدائرة هو شنو مثل لي؟ مثل لي سيجما 3 هذا، ونهاية الدائرة اللي هو هذا اللي يمثل لي شنو؟ سيجما 1. فإذا بداية ونهاية الدائرة اجى حسب المسافة من هنا من سيجما 1 إلى سيجما 3 اعتبره هو قطر الدائرة، يعني هاي المسافة من هنا العفو هاي هتشي وهاي هتشي من هذا شي يمثل لي؟ هذا يمثل قطر الدائرة. فعلى ضوء خلى فرجال هنا ورسم الدائرة مالته سماها دائرة مور. اجى سوى قال انا اريد امثل هاي السيجما، مثلا لو اخذ لي لا على التعيين فد نقطة معينة، لا على التعيين اخذ لي نقطة معينة احسب بها الاجهادات، فكل نقطة من نقاط دائرة مور هي تمثل لي اجهاد في نقطة معينة، تمثل لي اجهاد في نقطة معينة. فلو اخذنا على سبيل المثال هاي النقطة، فهاي شو تمثل لي؟ تمثل لي الاجهادات اللي صايرة وين بهذا الجزء. ليش؟ لانه المحور الافقي اللي هو هذا الاكس اكسس شو يمثل لي؟ يعني الاحداثي السيني هو شو يمثل لي؟ سيجما زد اللي هاي، والاحداثي الصادي اللي هو هذا شو يمثل لي؟ مثل تاو زد اكس اللي هاي. زين، اجي لهاي النقطة الثانية سماها بي، هذيك الأولى سماها اي، شو تمثل لي؟ أخذ الاحداثيات مال من؟ مال هاي النقطة، فاعتبر هذا سيجما اكس وهذا لأنه نحو الأسفل، إذا شنو؟ القيمة مالته راح تكون؟ راح تكون بالسالب، وهي فعلا لأنه صايرة بالمحور الصادي السالب، فإذا عوضها بيمن بالسالب. فأكيد المسافة هاي المائلة هي شو تمثل؟ تمثل لي نصف العفو قطر دائرة مور، والمسافة من الأوريجن أو لحد هاي شو تمثل لي؟ تمثل لي نصف القطر. يعني لو أخذ مثلا مثلث قائم الزاوية اللي هو هذا، اللي هو هذا، خلينا نرسم عدل، هذا مثلا هذا المثلث قائم الزاوية هيجي، ف
فلو احسب هاي المسافه اللي منها لهنا وهاي المسافه العموديه اللي منها لهنا عن طريق قانون فيثاغورس راح اطلع شنو نصف القطر. هذا يفيدني بحسابات هسه راح نجي عليها. شنو هي الحسابات هاي اللي راح ناخذها هنا اللي هي مثلا شنو حساب السيجما 1 وحساب السيجما 3 اعتمادا على من؟ اعتمادا على قيم السيجما زد والسيجما اكس. يعني باعتبار انا بهاي الحاله انا اذا بالمختبر واخذت نقطه معينه وهاي اخذت هاي العينه وحسبت بيها قيم الاتشالات هذني اللي هي مثلت الاحداثيات مال النقطه اي والنقطه بي، فاني على ضوء هاي الاحداثيات اقدر راح احسب شنو بدايه دائره مور ونهايتها اللي سميناها سيجما 3 وسيجما 1. فلو اجينا المن اول شيء الى سيجما 1، سيجما 1 اللي تمثل المسافه منا لهنا، شو يساوي لسيجما 1؟ اكيد راح يساوي المسافه هاي كلها مو شي، المسافه اللي هي من سنتر الدائره الى بدايه الاكس اكسس او الواي اكسس خلينا نقول، زائد المسافه اللي باقيه منا لهنا اللي شو تمثل لي هنا هاي المسافه شو اسميها او شو تمثل لي؟ تمثل لي الار. شنو الار؟ اللي هو نصف قطر دائره مور. اذا المسافه من البدايه لحد هنا هو شو يمثل لي؟ يمثل لي سيجما زد زائد سيجما اكس تقسيم 2، يعني هاي زائد نضيف هاي من هنا مو شي، فاقسم على 2 طلعت لي شنو المسافه من الاوريجين او العفو من السنتر المن الى الاوريجين. هاي شو اضيف لها بعد؟ اضيف لها بعد هاي المسافه اللي هي من هنا اللي تمثل لي شنو نصف قطر هاي الدائره. شلون احسب نصف القطر؟ عن طريق قانون فيثاغورس. احسب هذا الضلع العمودي وهذا الضلع الافقي تحت الجذر، فالضلع العمودي هذا شو يساوي لنا؟ هاي هنا موضح لك اياها دارت بالقانون، يقول سيجما زد ناقص سيجما اكس على 2، هاي شنو طلع لي؟ طلع لي المحور الافقي مال هذا المثلث، طلع لي هذا من هنا لهنا زين، سيجما زد ناقص سيجما اكس تقسيم 2 طلع لي هاي المسافه من هنا لهنا، اخذ لها تربيع لان حسب قانون فيثاغورس، زائدا هاي اللي شو تساوي لنا هنا هي نفس التاو، نفس قيمة التاو اللي هو تاو زد اكس الكل تربيع زين، زائد طلع لي سيجما 1 نفسها هاي اذا سويتها ناقص شو يطلع لي؟ يطلع لي سيجما 3. فصار معلوم عندنا شلون احسب قيمة سيجما 1 وشلون احسب قيمة سيجما 3. سيجما 3 نفس المبدأ، هذا المسافة اللي هي قلنا منها لهنا ناقص النصف القطر اللي هو منها لهنا، يعني هاي المسافة هاي هسه هاي المسافة خلينا نسميها مثلا ال1 ناقص هاي المسافة اللي هي شنو هاي ال2، فيطلع لي المسافة هاي من هنا اللي شو تمثل لي؟ تمثل لي قيمة سيجما 3، قيمة سيجما 3. إذا من خلال سيجما زد والسيجما اكس والتاو حسبت قيم سيجما 1 وسيجما 3، وعلى ضوئها أني راح أقدر أرسم دائرة مور بهالشكل هذا، هاي سيجما 3 اللي هي بداية دائرة مور وسيجما 1 اللي هي نهاية دائرة مور. وعدي هذا نصف القطر وعدي هاي النقطة اللي اشتغل عليها زين. فبهاي الحالة هسه راح نحسب بعد امور ثانية من خلال شرح دا مور. فشن هي الامور الثانية؟ مثلا يقول تان الزاوية لاندا، تان الزاوية لاندا. لو نلاحظ هنا عندي بالرسم ما عندي لاندا، عندي تو لاندا، عندي 2 لاندا، فاني هنا شلون احسبها؟ اعتبر انه ضعف المسافة ما بين سيجما زد وسيجما اكس زين، وكذلك ايضا بالنسبة للتاو اقسمها على 2 فاحسب شنو؟ احسب لاندا 2 من هذا القانون. فالتاو هو شو يمثل؟ يمثل المقابل مال الزاوية، اما المجاور هو شو يمثل؟ شو يساوي؟ يساوي سيجما 1 ناقص سيجما اكس لهذه الزاوية، فيطلع لي شنو؟ التان اللي هو المقابل على المجاور، يعني تاو زد اكس على سيجما 1 ناقص سيجما زد، فأدي سيجما 1 هاي سيجما 1 ناقص سيجما زد يطلع لي شو المسافة من هنا لهنا زين. هذا شو يمثل؟ يمثل قيمة هذا المجاور، والمقابل هو شو يساوي لي؟ يساوي لي قيمة اللي هو مقابل الزاوية اللي هو نفسه قيمة التاو زد اكس، وبالتالي فإنه راح أحسب قيمة هاي اللاندا اللي هنا هاي موجوده عندي. بس شنو؟ مكان ما انه حسبتها في 2 لان راح اخذ نص من عندها، فراح شو يصير عندي؟ 1 كانما.
بس مجرد انه لازم واحد يعرف تشابه المثلثات ويطبق قانون المثلثات. شو يسوي هنا الدور مور؟ سوى اخذ لنا زاويه مقدارها ثيتا بالبنيل الموجود عندنا وين؟ بالبرنسبل ستريسز مال من؟ مال العينه اللي احنا ماخذها واللي اخذناها موضوع دراستنا. فشي يقول؟ يقول عندي قيمه سيجما ثيتا، وعندي شنو؟ قيمه التاو ثيتا. فقيمه السيجما ثيتا شو يساوي لنا؟ لو تلاحظون يساوي لنا سيجما 1 زائد سيجما 3 على 2، اللي هي شو تمثل؟ تمثل نقطه البدايه منين؟ من الواي اكسس الى حد سنتر مال من؟ مال دائره مور. شنو اضيف له؟ اضيف له هاي سيجما 1 ناقص سيجما 3 على 2 اللي شو يمثل؟ اللي يمثل الراديوس، الراديوس مال هاي الزاويه. فالراديوس اذا ضربته في كوساين التو ثيتا، كوساين هاي الزاويه، فراح يطلع لي المسافه من الاوريجين المن الى هاي النقطه اللي شو تمثل لي؟ تمثل لي سيجما ثيتا. زين، اما بالنسبه تاو ثيتا هو شو يساوي لي؟ يساوي لي سيجما 1 ناقص سيجما 3 على 2 اللي هو ايضا راديوس مال الزاويه في ساين، فيمثل لي المسافه من الاكس اكسس الى شنو؟ الى النقطه اللي انا اريدها اللي اسميها شنو؟ اللي اسميها تاو ثيتا. تاو ثيتا هاي باعتبار انه شنو يعدي على المثلث كانما قائم الزاويه، هنا مثلث الزاويه مالته هي شو تمثل لي؟ تمثل لي تو ثيتا، والمقابل مالته هو يمثل لي تاو ثيتا، والمجاور مالته زائدا المسافه من النصف من المركز مال الدائره مور الى بدايه الواي اكسس هو يمثل لي سيجما ثيتا. هاي بالنسبة للحالات اللي أخذناها، ونتوقف لحد هنا محاضرتنا اليوم، حتى شنو بالمحاضرة الجاية نتوسع بدائرة مور ونشرح لكم إياها بعد أكثر إن شاء الله. وهي مثل ما قلنا لكم دائرة مور هي ناخذها هنا بموضوع الإجهادات بما يتعلق في بغض موضوع الإجهادات، أما من ناخذ سترنج باراميتر راح نحسب بيها قيم الكوهيجن وقيم الفاي اللي هي تفيدنا أيضا في حساب أو تصنيف التربة. والسلام عليكم.